هذه المياه هي ثروة يعني الصرف الصحي. تدري ايش قد نسبة المياه بيه؟ 99.9. انت تسوي مشروع المجاري على متتخلص من 1% اللي هي المادة الصلبة الباقية الموجودة والبكتيريا العالقة بيه. انت تسوي هذا المشروع على متخلص من 1%، فانت بالحقيقة تستثمر في 99% من المياه. فانت ايش قد تطي للمواطن مي؟ راح تسترجع الى النهر بدل ما يروح هدر ويروح يكون ملوث ويلوث النهر. يعني تقريبا احنا هذا الخطة هذا الموضوع يخلصنا من 6 مليون متر مكعب باليوم من المياه الصرف الصحي غير المعالجة. اذا طبعا هي محصلة هسه يعني سنويا تقريبا مليار وشوية متر مكعب. احسنت بالضبط. زين يعني انا بالنهاية من هذا المشاريع اذا اكتملت كلها، يعني احنا عندنا استراتيجية الحد من التلوث غطت هذا الموضوع، واكثر من جهه ايضا تشتغل، وانا عندي علم انه الان اكو مشاريع بمختلف المحافظات. نعم. بس احنا نتمنى الصوره الكامله للصرف الصحي يتم تبنيها. راح نناقش بكل هذه التفاصيل 2030. يعني هاي مهمه السقف 2030 مهم لنا لانه هو عام التنميه العالميه، التنميه المستدامه العالميه، اهداف التنميه المستدامه. نرجع. نعم.